استاذه هبه، انا كنا بنتكلم حتى مع سياده النائبه سليف على مساله النفقه، في حاجه سابقه وقالت لي انا عندي الحل، هي مساله انه ساعات زوج قليل الضمير بيعمل العيب وبيساعده عليها حد قليل الضمير، ففي الاخر خالص ايه اللي يجرى؟ انه يطلع ورقه بدخل اقل من دخله الحقيقي ويقطر على اولاده، يعني يا ريته بيقطر على على اولاده. طب نعمل ايه؟ دائما ما بنستفاد من حضرتك. لا العفو يا فندم خالص، والله خالص. شوف حضرتك جبت الكلمه اللي هي مفتاح حل كل ده، الضمير. تكوين الضمير من سن 11 سنه، اذا انا فعلا عايزه اكونه يبقى انا لازم ارجع للمدرسه. للمدرسه يبقى المفروض الخطاب الديني داخل المدرسه يتسم بطريقه تؤثر في ابني من وهو صغير او في بنتي من وهي صغيره، عشان تعرف واجب الزوج ويعرف واجب الزوج، يعني كل واحد يبقى فاهم يعمل ايه للتاني. ومعاني الدين وسماحته، مدرس الدين ما يبقاش مدرس العربي وياخد حصص دين، لا، لابد من تدريبه ولابد من انتقاء واختيار ما يفيد ويدعم بناء الضمير، لان حضرتك قلت دلوقتي اب عنده غياب للضمير، لكن لو انا بعد اباء وامهات منذ الصغر لا يمكن هيكون الضمير بهذا الخلل او هذا العوار. يبقى انا محتاجه سوره النساء بتفسيرها الصحيح، محتاجه الاحاديث، محتاجه المعاني. يعني الزمخشري لي كنت قريت له حاجه جميله، الانسان صنع الله لعن الله من هدمه. يعني هي الست طبعا لما تهدم، لما الاولاد يهدموا يبقى سبب في كده الاب. يا دكتوره اي مواطن حضرتك بتخرجوا لي للوطن، اي مواطن، يبقى المدارس لابد من دخولها. طيب احنا دلوقتي بنقول تطوير التعليم، وبصراحه انا لمست التطوير بالرغم من كل اللي كانت الحاجات في سنه رابعه، لكن انا ابني عشان انا اللي ماسكاه كأم في الاخر اللي هو معالي الوزير كان عاوزه اتحقق مع ابني. يعني لقيت ان المناهج لما اتطورت عشان انا معاه فيها، لكن طبعا اعداد وتطوير المعلم نفسه ضروره حتميه. عشان كده بقول لك هو الموضوع كذا حاجه هنشتغل مع بعض، كذا 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 حد. الاعلام انا باحترامي الكامل للتلفزيون المصري والقنوات التلفزيونيه، لكن عبوري لهذا الجيل من خلال التيك توك، من خلال الفيسبوك، من خلال اليوتيوب، نفس الاعلاميين، ولكن من خلال هذه القنوات عشان يلمسوا ازاي اتصرف، ازاي اتعلم، لان هو طول اليوم ماسك لي الموبايل. يبقى انا هكون الضمير، انا الضمير، ما انا عايزه الضمير. حضرتك قلت الكلمه المفتاح، الضمير سن 11 سنة، يعني المدرسة اللي أنا خليه في الأب في الآخر يتفنن أن يسحب الأمن والأمان ويسيء العشر الإنسان هيحاسب عليه أمام الله. أنت أديك نظيفة ما فيش جريمة، لكن ربنا هيحاسبك بكل أمانة على اللي أنت عملته في ولادك وفي مراتك.